المطالب ديالهم مشروعه. يعني من حق واحد الانسان ضرب تماره ديال واحد 6 سنين ولا 7 سنين ديال الدراسه وفي الاخر يجي يتعاقد مع واحد المؤسسه ومده كتكون فيها واحد العام ولا عامين ابخي ما كيعرفش المصير ديالو واش غادي يقدر يجدد الكونترا ولا لا، من حقه يطالب واللي يبغي يكون في مؤسسه عموميه ويضمن الحقوق ديالو. Let's get out of here.